ذكرت صحيفة سفير أن عاصمة أوروبية بارزة أبلغت شخصيات لبنانية بوجود توجه غربي بضرورة التمديد لمجلس النواب والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي وقائد الجيش العماد جان قهوجي وصولا إلى تمديد ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان في العام 2014. وأشارت السفير إلى أن أكثر من عاصمة غربية صارحت قيادات لبنانية بأن الأولويات الأمريكية والأوروبية هي الحراك الحاصل في العالم العربي وخصوصا في سوريا، وفي الوقت ذاته ثمة انهماك في الحرب الجديدة على تنظيم القاعدة والتكفيريين في مالي وجبهة النصرة التي باتت تتحكم بالكثير من الأراضي السورية.